الخارجية الأمريكية تتخوف من أن تأخر دخول مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى دوما سيضيع الأدلة، وتؤكد امتلاك الولايات المتحدة معلومات عن استخدام النظام السوري كلا من غاز الكلور والسارين في الهجوم. الجيش الروسي يقول إنه عثر على مختبر كانت المعارضة السورية تنتج فيه الأسلحة الكيماوية في دوما، وعلى خزان يحتوي على مادة الكلور، ويتهم المعارضة باستخدامهما. التحالف الدولي ضد داعش يرصد عودة التنظيم إلى مناطق سيطرة النظام السوري في غرب نهر الفرات وبعض الأحياء في جنوب العاصمة دمشق، ويقول إن نظام الأسد وحليفته روسيا لم يتمكنا من الاحتفاظ بالمناطق التي استعاداها من التنظيم. بعد استهداف مطار تيفور، إسرائيل تلمح إلى أنها قد توجه ضربة جوية للمواقع الإيرانية في سوريا. مقتل العميد عبد الله الجبري مشرف الوحدة الصاروخية للحوثيين في كتاف وقائد كتيبة المدفعية والصواريخ في اللواء 122 مشاة بغارة جوية شمال صعدة. هذا الموجز يأتيكم من العربية اف ام. ميليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات تطال ضباط الحرس الجمهوري بصنعاء بعد دهم منازلهم وتقتادهم إلى أماكن مجهولة. المبعوث الأممي لليمن يعتزم تقديم إطار عمل خلال شهرين للعودة إلى المفاوضات. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره وثلاثة مسلحين في اشتباكات في إقليم ساستان وبلوخستان الحدودية مع باكستان. العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة. لمزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net. صباح العربية اف ام، صباح العربية، كل يوم من السادسة حتى الثامنة صباحا بتوقيت المملكة. كل ما يهم أن تبدأ يومك بالأخبار، الطقس، الطرقات، عناوين الصحف، الرياضة، الأسواق، والكثير من اللقاءات والتغطيات الصباحية. صباح العربية اف ام، اضبط موجاتك من الأحد إلى الخميس، اضبط ساعتك على السادسة. هل يجب أن نحيد النظر تماما عن إمكانية تورط داخلي؟ التقرير الطبي الفرنسي لمن يريد أن يفهم واضح، يؤكد أن هذه الحالة لا يمكن تفسيرها وفق علم الأمراض. نلقي باللوم على الفرنسيين وعلى الإسرائيليين وعلى الأمريكيين، ماذا علمتك التجربة؟ وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القطوة، الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة.